تستقبل مدينة إسطنبول الموسم الثقافي والفني بإقامة احتفال يدخل في إطار افتتاح هذا الموسم. وقد كانت قاعة جميل رشيد راي بمدينة إسطنبول مركز انطلاقة هذا الحدث الفني والثقافي المهم. تعتبر قاعة جمال رشيد راي من أفخم قاعات العرض على الصعيد المحلي والأوروبي. وخلال تصويرنا لحفل الافتتاح التقينا بالسيد نعمان جزاي رئيس الدائرة الثقافية والاجتماعية ببلدية إسطنبول. كل عام وبشكل دوري نقوم بالتعاون مع الإدارات الخمسة للقسم الثقافي بتنظيم أكثر من 3000 برنامج. وخلال تنظيمنا لهذه البرامج نقوم بتقديم الدعم للعاملين في مجال الموسيقى والمسرح، وهكذا عبر المساعدات النقدية وعبر توفير المكان المناسب نقدم الدعم للثقافة والفن. واليوم نقدم العرض الافتتاحي للعام 2012. تخلل حفل افتتاح الموسم الثقافي والفني لمدينة إسطنبول إيقاعات موسيقية أدتها فرقة إسطنبول، وقد شهد هذا الحفل حضوراً مكثفاً من جميع شرائح المجتمع الإسطنبولي، وهذا يدل على مدى اهتمام سكان هذه المدينة بالفن، فحضورهم يسجل الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات والمنظمات التي ترعى الثقافة والفن. هدفنا من هذه الأنشطة هو تعريف الناس على الفعاليات الفنية حيث نقوم بتقديمها لهم أينما كانوا، إذ إنه في جميع أنحاء إسطنبول توجد العديد من المراكز الثقافية المتنوعة. ومن أكثر الأمور أهمية هنا هو أن هذه الأنشطة مفتوحة للناس بدون مقابل. تحتل تركيا موقعاً متميزاً يربط الشرق بالقارة الأوروبية، وتعتبر جسراً تلتقي عليه الثقافة الشرقية بالثقافة الأوروبية، حيث قامت على ضفافها حضارات عريقة. تتبعتم معنا منذ قليل بعض المشاهد لمقطوعات موسيقية أدتها فرقة إسطنبول للموسيقى. هذه الفرقة التي تأسست سنة 2005 أبت إلا أن تشارك في افتتاح الموسم الثقافي الفني لمدينة إسطنبول. كما تعلمون بأن الموسيقى هي ليست فقط أداة للطرب، بل إنها أداة فعلا للعلاج أمام أمراض استعصى الطب علاجها. كانت معكم رشيدة الفتماوي لبرنامج الألوان السبعة قناة التركية إسطنبول.